مرحبا بكم أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بخير أوقاتكم. انفجار يستهدف قياديا بارزا بقوات المجلس الانتقالي في الجنوب. وإلى التفاصيل. استهدف انفجار عنيف قياديا بارزا في قوات المجلس الانتقالي اليوم الجمعة أثناء مهمة سرية في محافظة أبين جنوبية اليمن. وقالت مصادر إن انفجارا استهدف قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج العميد حسين السعيدي أثناء مهمة غير معلنة في محافظة أبين، موضحة أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مركبة القيادية السعيدي المدرعة شرقي مديرية مودية. وأشارت أن الانفجار أسفر عن جرح السعيدي مع عدد من مرافقيه. أشكركم على حسن تابع الإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.